كنوز الدراما. أصل الراديو صلاح السعدني معالي زايد في ريشة في مهب الريح. بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، فاطمة مظهر، عبد العزيز مخيول، رجاء حسين، ورشدي المهدي. شارك بالموسيقى والغناء والتمثيل محمد نوح. في مهب الريح. التأليف فاروق صالح. الإخراج محمد مرعي. مغرضه فل وقبها والليلة أنس ومنجاها. مين؟ لص رجب جب. لص راجب النجار. ايه ما تعرفوش؟ اللي اعرفه انه ساب الدار. انا ملياش دار ما تصدقهوش. معقول يا رجب؟ رجب النجار. اصل احنا ريشه كمان شطاره، مش انت وحدك يا معلم. مالك يا كبير متغير ليه؟ يا عم لبات اتكلم. هقول قدام صحابك يعني ان فضلوا صحاب تسمح لي اقول كلامك. احنا مش سهل ابدا، لحمنا مر وعذاب. مش فاهم اي حاجه. انت مآمن بقولي؟ بتشك فيا تاني؟ دخل عقلك ريشه وقلبي قلب كياني. مفيش غير حاجة صعبة تمسح للشك فيك. ايه هي؟ ريشة لعبة تنجح فيها نراعيك، تلعبها مهما كانت. راجل انا تحت امرك. جهز لي 4 فناجين للعبة الحلوة الصعبة. أربع فناجين فيهم إيه؟ كده راح تحرق اللعبة والليل قدامنا يا شاطر. هفضل وياك للآخر. أنت اسمك إيه؟ دواس. دواس يا ست بديعة. دواس؟ غريبة، أنا ما عرفكش. لكني عارفك. أنا من اللي حصل ما بنامش. ده ابني يا دواس، لكن ما يعرفش أبوه ولا أنا كمان فاكراه. ها جميل ويستحق الحياة. شايفك بتعطف عليه، شايله كأنك أبوه. بعطف عليه من ندم، مش راضي عني تو. دواس. ها؟ نعم يا ستي. الأيام دي كلها برد، والبرد ده هيأذيك. خد الغطا ده معاك في العشة، هيدفيك. كلك محبة وحنان رغم اللي شفتيه بعينك. لازم في يوم مهما كان أتوب وراح أوفي دينك. تاني ضحكت يا شمس، يمكن ده فال الخير.
جايز افتكر مين انا واقدر على التفكير. ايه اللي حصل ده؟ قتلت ريدان؟ بيقولوا اشناس اللي عملها. اشناس وبأمرك؟ طب يا زمان مش هيسيب نفسك على حالها اللي تقربوا منك تلغيم الدنيا وتفضل تبكي عليه. انا ما بكيش ابدا على مخلوق، انا ابكي وبس على حياتي. لو كل العالم ده مخنوق ما يساوي الخنقه اللي بذاتي. وريدان خد حظه من الدنيا ومصير اشناس يذبح صاحبه. الرحمه في قلبك فين هي؟ بيلوموا المجروح على غلبه. الناس كلها اشباح ملاعين لابسين اقنعه بالدار الحقد، ده يتحكلي وده يمدحني وده يفرش طول سكتي بالورد. وعصرت الحقد في قلب الناس على شخص المكروه ملهاش حد. لو منك افكر في نهايتي قبل بدايتي واعرف خطوتي واخداني لفين من دلوقتي. ايه المقصود يا ست الملك؟ فكر في كلامي ومن غير شك راح تفهمه على مر الأيام. سحباني على فين؟ امشي معايا يا شرباجي. طب يعني اعرف على فين بس؟ امشي معايا ما نعجبش. لا تعجبني، صوتك نهوان لوحده هيخليني امشي. نهوان؟ اما انت بتحدث في كلام عايز له بلوي يكون خالي. هتفكريني بالذي قال؟ مالي الدلال يعني ومالي؟ قلتلي اسمك وعد. ينفع؟ موارد وشهد. سحباني كده على فين ومال؟ يا سيدي قال ايه؟ ست الملك عايزك تكون عندها في الحال. هنروح لها قصرها؟ لا، فيه مكان تاني. الساتر يا ستار. يوه، خايف قوي كده ليه؟ حلمك حلمك يا سحباني. ايش فيه يا دواس؟ قاعد واقف، ايش فيك ما تقول؟ خدي بعضك ومعاكي بديع، والدار دي سيبوها اوام على طول. ليش يا دواس؟ اللباد مش ناويلكم على الخير، وبديع كمان مش ناقصه هموم، منتهز انها فاقده التفكير، بيفكر يتجوزها في يوم. شايفه اللباد رجال طيب؟ انت هتعرفي اكتر مني، اللباد شيطان او اكتر. خلانا اخلص من ام الخير بكلاب مسعوره في يوم اغبر، وشافتها بديعه على ده الحال فقدت تفكيرها من المنظر. الحين فكرت في هذا يا خي؟ كان ليا ضمير، من كتر الغلب انا قلت ده مات مش ممكن اتوب. بصيت لبديعه وحالها الصعب، صحي فيا وربك رب قلوب. انا ندمان وبكفر عن ذنب، يمكن ربنا يغفر لذنوب. خدي بعضك، انا قلت حقيقه، والدار دي سيبوها، دي دار وسواس. ما نقعد فيها ولا دقيقه بعد اللي سمعناه يا دواس. مشغوله يا شرباجي على ريش. اطمني. اطمن ازاي بقى؟ فهمني او دلني. سيد ابو الريش جدع، ما يخافش من الاهوال، وعمره يوم ما وقع الا ونهض في الحال. لكنه بين الديابه. مهما الديابه تكون، معاه مهيمن كبير رحمن يمد العون. لكن العصابه كتير، عايزه رجال وسيوف. ساعات يا ست الملك واحد يكون بألوف. ده كلام درويش بقى. كلام مجرب كفيف مصاحب المجاريح. ريشة لو انه خفيف يقدر يصد الريح. انا جبت له الشربات. مولاتي ست الملك. ايوه يا شيخ شرباكي. البنت دي
نغمات صوتها ولا العندليب. ياه، أما أنت راجل غريب. غريب أنك بتضحك وإحنا هنا في مشكلة. ما هي دي يا مولاتي تبقى الأصل في المهزلة. إحنا خلطنا الدموع بالضحك طول عمرنا، علشان كده بنعيش بالفرح وبيأسنا. لا ده أنت راخر حكاية. أمي وصلي يا وعد. تاني يا مولاتي؟ معقول ده راجل عجيب؟ ما أنا قلتها يا أخوان. الصوت ده صوت عندليب. الحين صدقتي ان اللباد ملهوش امان؟ صدقت، لو اني مش قادره الم التفكير اللي حكيتيه عنه يا زهره خوفني كتير. شفت ام الخير نهشوها كلاب، نسيت الدنيا وما فيها. ها؟ مين ام الخير؟ انا مش فاكره. مسيرك يوم تفتكريها، لكني مصدقه قول دواس. هذا اللباد شيطان وسواس. وهنروح فين؟ ديارنا، نعيش هناك في خيام. هناك ممكن نعيش في سلام، بعيد عن غدر هاللباد يروق العمر والايام. يا رب، ان كنت ناسيه انا مين، بيفضل املي في الدنيا اعيش فكراك، وكل يقين بلطفك في الحياة بيا. يا طير امر يا متغرب، حرام والله تفوت عشك. ممكن بقى تهمدي وتشطفي ده الغسيل؟ بديعة يا الدلعدي، عطشتهي بتمير. لا يا حكايات، ده حرام، يا رب علفتني. خلاص يا بدع اوان، يلا عصوريه وانشري. بديعة ماتي تفهمي، بديعة غرقت يا ناس سمعاني. بدع نشرتي خلاص، يا رب ما الدنيا تشتي. افتح دماغي بايه؟ شوري عليا يا ستي، شوروا عليا يا ناس. اللعبة، حان وقت اللعبة وحنعرف الصدق من الغش. أربع فناجين قدامك يا ريشة، فيهم قهوة بوش. تمام؟ تمام يا لباد، خد راحتك. رجب صحيح عمل القهوة ووضعت أنا سم في فنجان. السم ده فعال جداً، يقضي في ثواني على الإنسان. تلعب؟ ألعب يا لباد واتحدى. أنا قلت في الفناجيل فنجان فيه سم فعال في ثواني. هتشرب انت بقى الأول، ورجب هيشرب له التاني. ممكن يا ريشة؟ ممكن، بكل سرور طبعا. نلعبها قدام الأولاد؟ ألعبها واتحدى يا لباد. بقولك ايه، ما بلاش نلعب وتقولي جاي لنا قصدك ايه. ما هو انت عارف انا غاوي كلامكم، عايز اتمعن فيه. صادق؟ هتكشفني اللعبة وانا هو موجود. مادام وافقت هنلعبها. نصبر دقايق ثم نعود. معلش يا شمس، اصبر وارضى بحكم الزمان. رعي الغنم في الصحراء قدر ان كتب لي وكان. ده اللي حكاه دواس لزهرة يحني الجبال. حظي وحظك خلاص، الراعي والترحال. الحين ايش قلت يا بديعة؟
ديارنا زين؟ زين يا زهرة ومليحة كمان. تجري حرة تمرحي في البيت كيف الغزلان، لكن رح نفضل هنا على طول الحين ما يريد رب الرحمن. ونعم بالله يا زهرة. معقول تشيف الناس انك بتقرا الغيب كده كل يوم؟ تأنيب منك يا ست الملك. الغيب في حكم الله ولا انت عندك شك؟ ما هو لما اظهر مواهب غيبيه يحترموني ويقدسوك مش كده؟ لو ما كنتيش اختي. اختك صحيح، بس خايفه يجي عليا الدور. في الغدر ما في اشطر من ابو علي المنصور، قصدي اخويا الحاكم. اروح معاك لابقى مخصماك واجننك واوقف حالك. تيجي معايا القهوه يا ناس؟ والقهوه ليه يا ابو عيشه؟ انت مقاومه؟ مقاومه؟ قول لي ايه جرالك؟ عامل بطل يا ابو عيشه كمان؟ تكونش ايه سيد ابو الريش؟ ليش مهمومة وحزنانة يا بديعة وشاغلة البال؟ خايفة على شمس يا زهرة. من ايش يا بديعة؟ قوليلي. يسأل مين هو ابوه، يكبر بالعم وخال، ها يفضل في الصحراء ده هي راعي اغنام رحال. البادية تجعل منا بإذن الله صحيح رجال، يقدر على البرد وعصف الريح وموج الحر. حنا كنا في البندر ما لقينا غير اللباد. عالشر نولنا ودبر. حنا فرقنا له بلاد. في البادية مهما قسيتي حتلاقي سلام وأمان. اللي مقدر رح يحصل واللي مكتوب حيبان. وعندك اليانسون هنا والكنزبيل للشرباجي. وبعدها يا شرباجي هنعمل ايه وياه؟ وضبط نكتة عسل نضحك لها منكركر. ازاي يا شيخ شرباجي؟ هتعرفوا لما يوصل الحاكم بأمر الله. وموكبه في الأزهر. لا ده احنا لازم نحضر لو بس ريشة معانا. ريشة في وادي واحنا في وادي قد ما نقدر. دلوقتي عدنا لعبتنا، تمام كده يا سيد ابو الريش؟ تمام يا سيدنا. ان شاء الله تعيش. اشرب يا سيد ابو الريش اول فنجان. باسمك باسمك يا رب الكون. ريشة ريشة سمعني. حصان حصان وعايش اهو شديد. ما طلعش فنجانك سم. دورك بقى يا السراجة تاني فنجان. أمرك أمرك. أنا تحت الطلب. حنموت يا زمان. راجع راجع. شايفني؟ وروحي ردت فيا كمان. ما طلعش فنجانك سم. دورك يا ابو الريش بقى حديد تالت فنجان. باسمك باسمك يا آمر بالتوحيد. واحد رحمن
أبو الريش، أبو الريش يا سيد. موت وعنيك مبجحة. لا 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 يا كبير، لا يا كبير، دي مفتاحة، دي مفتاحة ومصحصحة. يا عيسى حبنا الجديد ومنقص الحيرانين. سبقوني، كنت هقول مبروك عليك الوصول. دورك يا السراجب، السم في رابع فنجان. لا لا بلاش، مستحيل، مش عايز اموت يا ناس. مدام وثقت فيا بلاش تموت رجب. غالي وطلبك رخيص، هنلبي ليك الطلب وبلاه هدا الفنجان. فرفش بقى يا رجب، يا عم عمرك طويل. مش هنسى ابدا يا صاحبي، وفي يوم هرد الجميل. لو انك خايفة على وليدك حاول التفكير، افتكري الماضي يا بديعة، ده يساعده كتير. وهو ده شيء بيدي؟ يا ريت يا زهرة أقدر، خايفة الأيام تعدي وأنا مش قادرة أتذكر. دي حياتي، مش حكاية نسيانها يكون قليل. فين عمري؟ إيه جرالي؟ ليه مش فاكرة الدليل؟ يوم من الأيام يفرجها الله، فرج الله قريب. وافتكر الماضي اللي نسيته وفرق فيه بين عدو وحبيب. يا ريت يا زهرة، يا ريت. وأديه واصل يا شرباجي. النكتة فين بقى يا بطل؟ بس وصفوا لي أولا وحقول لكم على اللي حصل. ادي يا سيدي، اما انت الحاكم بامر الله وحده، والست ست الملك في موكبه وياه وحدها، معاها حته وصيفه على راسها شال حطاها. لازم تكون بقى وعد، ووعد دي عندليب مصاحبني من مدة. اطلع يا شايب عجيب. مش ده المهم يا عالم، أصل المهم البطاقة، كتبها واحد صديقي وخدتها واحد بجراءة، قالت لي راح اسقطها ما بين أيادي الحاكم من غير ما هو يشعر. ده انت جن مصور. أبشر يا شرباجي أبشر، شايفينه ماسك بطاقة. مال شكله كده متغير؟ ده كأنه وسط خناق. الله أعلم بقى إيه اللي حاصل هناك. طب بس اقرأ عشان نعرف إيه في البطاقة أوام على طول. يا ستي، المكتوب فيها كلام وصاحبه أهوه بيقول. متجرأ ليه يا مسكين على الغيب؟ آخر جراءة، وفكرنا ازاي ساكتين واحنا زكاوة وحدها. لو كنت من العارفين يعني من غير اساءة، تبقى تقول لنا بقى مين صاحب تلك البطاقة. والله دمه خفيف. يومكم بقى يوم مخيف، هحريكم بالمراسيل، وده بقى يا بلد حكم القوي على الضعيف. نام الجميع يا ريشة، واحنا هنا سهرانين. خش المغارة يا رجب. طب اكلمك بعدين، عايز ارد جميلك يا ريشة. اعمل ايه؟ تقول لي ايه اللي جابك عند الديابة وليه؟ دكاني كان مقفول بالشهر والاتنين، وولادي لقمة فول ما بياكلوهاش في يومين. الفقر يعني السبب؟ الفقر والأيام.
سدوا علي الطريق وقابلتهم، مسحوا لي مخي بكلام وانا في عز الضيق. كده يبقى كل فقير مقدور عليه منهم. حاولت يوم ورا يوم ابعد بعيد عنهم. يعني كلامهم بقى ما دخلش مخك ولا فهم له معنى كمان. لكن ليالي الكيف طبعا يا عم جنان. تغور كفاية كده، الكيف ده زي الغول. يعني حيرجع رجب؟ رجب حيرجع لنا؟ ساعة ما شفتك هنا انا قلت مش معقول ريشة يكون منهم. ولا انت ولا مخلوق في ذرة من التفكير. عايز اعود معاك. لازم في يوم يا رجب، مشوار كفاحنا كبير. روح انت خش المغارة، وانت سيبني هنا شوية. تعرف دي اول ليلة هقدر اغمض عيني وانام وانا مرتاح. تصبح على خير يا ريشة. ليلة اكتمال القمر وانا وحدي يا بديعة. ليلة زي دي والسهر لا لا بلاش يا ريشة، ازاي تسافر؟ حرام. ومين بقى حرمه السعي على الارزاق؟ معقول تسيبني هنا وتروح بلاد الشام؟ انا وانت نتحمله ايه يعني شهر فراق؟ وارجع واجيبلك معايا قولي اسورتين ولا ثانية تبعد عني ولا حتى غمضة عين. يعني بلاش السفر، خليك هنا على طول. عايزني ليلي ونهاري افضل ببال مشغول ولا عينيك زيغة على الجمال في الشام؟ انا ده انا بشوف الدنيا فيك يا بدع، حرام تشك في حبي ثانية. ما انا عارفة يا عيني، بس السفر ده سحر يرضيك عيوني ما تنام. هي اللي سافرت بعيد دلوقتي وانا سهران ليلة اكتمال القمر. مش طالعة معاك مواكب، كفاية كل موكب بينتهي بمهزلة. وين صالحنا الرعية؟ انت تصالح الرعية؟ انت الحاكم بأمر الله. نوصل لباب الفتوح وانا قلبه مفتوح لكل مظلوم هناك. ان كان كده راح افكر والموكبك رايح احضر واكون يا اخويا معاك. يبقى مفيش مشكلة، حنروح لباب الفتوح. يا دواس انت حدشتش راسك؟ ان كنت عارف يا ناس اقول ههد اساسك. بديع راحت فين؟ ما شفتهاش، ما اعرفش. خربتها يا العين. يا سيدنا انا ما بكدبش، طول عمري ما بين ايديك، مهما بتؤمر بقبل. تقول لينها بأنها بتقول لقتل اقتل، اشمعنى يعني بديع اللي هربها؟ ان كنت عايزنا صدق لازم تجيب لي دليل. أؤمر يا سيدنا ألبي وأقدر على المستحيل. تمشي في بلاد وبلاد تسحب معاك كلبين وهمتك تزداد وتشوف بديعة فين، تضحك على اللبات حتموت في غمضة عين. أمرك أمرك يا سيدنا الكبير. غور من قصادي، سير. مش عايزة ايوها صوت. وسعي حبة خلينا فوت. اسكتي، دي بدي عنايمة جوه وانا قافلة الباب. ببط يا ناس، قافلاه يا حكايات. انا ايه؟ انا ناقص عذاب. بدع يا ضنايا كده بعافية. جبتيلي من الغلب الكافية، ما كفاية بقى ده جنان وشقة. ما نخلي عليها الباب مقفول. غوري من خلقتي، فرقيني على طول، انا راكب راسي 200 عفريت.
كده نقلقها نصحيها من النوم. هتجنن، هلغي نفوخي يا ناس، ما تساعدوني. الأيام بتمر تصير شهور وتبقى عوام. شمس ابتدى يكبر يا زهرة، دلوقتي قدر يحفظ له كلام. بيقول ياما، كان ودي يقول كلمة يابا، يقولها بإذن الله في يوم ويقولها لمين بس يا زهرة؟ جايز تفتكري ولو مرة؟ امبارح بس حلمت بناس حواليا كتير. خير بإذن الله، هدف الخير زي ما تقولي كده. حارة فيها ست عليلة ومحتارة، ضمتها في صدري قلت لها أدويكي بإيه، قالت لي دوايا أنتي عارفاه دليني عليه. هدف الخير هتشفي عليلة، عزيز عليكي شغل بالك. وجدع بيقول لي أهو شالك. أنا خدت الشال وقعدت اتمعن في حبة، امشي في الحال وكأنه خيال عمري ما شفتوش. بإذن الله تكون هذه الأحلام بشاير خير. تفتكري رح أقدر على التفكير؟ كله بإذن الله يا بنت الناس، ولا حتفضل أحلام وخلاص؟ عملتها واكدتها وطلعت من النار اهو بطل. يا شرباجي مش وقت تقول فايدتنا فين من اللي حصل. فايدتنا فين؟ فايدتنا فين دلوقتي وعرفنا المكان؟ وده مش كفايه، واحنا ورا الديب من زمان. فكر معايا. بقول اللي هدها فوق راسه هذا اللبات والوف معاه بالقوه لازم يداسوا. ده اسمه جهاد. الورقين والنجارين والحدادين والسقايين يتوحدوا بسيوف بشواكيش بالبلط على المغارة هيهجموا، وكل واحد على البلد خايف نصيبه يقدمه. والقهوة جاي هيحضوا كل الحرف كل المهن، المصري لا شيء يهزمه. وست الملك ويانا بمال وسلاح، وبنبتدي من النهاردة كفاح ملوش أول ولا آخر. لو اللباد قدر مرة معانا ربنا القادر. باب الفتوح يا مولاتي، كل اللي فيه الليلة فرحان. ناس كلهم عزة وطيبة وأصالة من أبعد أزمان بيحيوا مولانا الحاكم. هو اللي لادي وعدني كمان يعلي المراسيم لصالحهم ويجود عليهم بالإحسان. بالإحسان يا مولانا الحاكم بأمر الله. إحسان جميل، بس انتوا كام واحد بقى؟ 10 من المساجين. اه مساجين. عظيم، ولابد تخلصوا من الشقه. هو المطلوب المعروف. انتم معاكم سيوف؟ بيقولوا احسان هيكون احسانك برضو سيوف. اصبري علشان دلوقتي نشوف. 10 سيوف تجهز حالا. 10 سيوف يعملوا بيها ايه؟ اللي بقى المسكين عايزه المال. 10 سيوف جاهزه يا مولاي. يا ايها المساكين اتقسموا فريقين، قدامي لازم تتبارزوا في الحال. عايز يفوز منكم واحد هو اللي حينول الاحسان. مادام رجع لك طبع زمان انا لازم ارجع. بينا يا وعد. امرك يا مولاتي. الصبر اهو مبتدوا دلوقتي بجد. منظر جميل، انبسطي. شوف يا ست الملك، ادي 5 وقعوا وماتوا. بقوا 6 7 8 9 9 ست الملك. بقى
النادي عمايل عملها على المدى خليفة، حرام، وحق النادي مجزرة سخيفة. أنا ماشية. راح نص عمرك، حنكرم الفايز. يا حارس أوامر مولاي الحاكم بأمر الله. شايف العجوز ده البطل وأقوى من بارز؟ شايفه وعيني عليه. عايزين بقى نكرمه. خده بعيد وطويل. نفس الرياح والعاصفة ونجم غطسان في السحاب. مولاي ما تتبسم كافة، حيفيد بإيه الاكتئاب؟ بحس يا لباد إني ابتديت أنتهي. يبقى اللي زي يقول للدنيا غوري اتلاهي. آخر ما كنت أفكر فيه تغضب علي ست الملك. أنا بقى لو منك أخلص وروق بالي. أخلص؟ دي ست الملك وانت إنسان عظيم فوق الإنسان. لكنها عارف، لكن تتحكم فيك تبقى غلطان. اخلص وروق بالك تضعف. أنا مش ضعيف. تخضع. أنا أقوى نار. تسكت. أنا شيء مخيف. تقتل بكل اعتبار، ولو كانت أعز الناس وصحبة فضل لا أنسى. صاحب كرامات يا ريشة كمان. وليه يعني يا مولاتي؟ عرفت السم في فنجان من الفناجين؟ كرامات دي زكاوة وتجربة أزمان من الفناجين، وأنا بختار عيني مثابة اللباد. قريت اللي في عينيه دوار، وأنا في سر العيون بقى واد. إذا شفت الفرح في عينيه وأنا عيني على فنجان شربت التاني. أمال إيه؟ ما أنا بلاعب كمان شيطان. دلوقتي نقدر نفهم إنك بتقرأ العيون. مش كل مرة تسلم الجرة مهما تكون. نجرب. بص في عينيا وقولي طلبة منك ايه. كتير يا مولاتي. الاولة يا ريشة. الاولة الدنيا بر الامان تلاقيه. والتانية بلد السلام تفضل سلام على طول. والتالتة يطلع نهار لليل ده مهما يطول. وبس يا ريشة؟ لا فيه يا ست الملك، لازم بلدنا تعيش يوم نقضي على اللبات في مغارته واللي معايا. وياكم 100 فارس من عندي حرس القصر وسيوف وخيل وسلاح. نبقى في غاية الشكر، ساعتها بلدي تعيش والمشتاقين للأمان في الدنيا يلقوا الشمس طالعة في كل مكان. هتعمل ايه يا دواس؟ ادي ديار زهر والخيمة هي بعيد وبديعة لازم هناك، لكن لمين هتعود؟ قربتها بإيدي وعيدها للبات. أبدا ده مش ممكن مهما حصل لي، مهما عناده ازداد. هرجع إليه تاني وأقول له ما لقيتهاش. أيوة ده أحسن جواب، لكن أنا تعبان. هريح اليوم ده من السفر والعذاب وارجع له من تاني. اربط بقى دي الكلاب لا تاكلني لما تجوع. شمس ابتدى يكبر، ليش تركاه وحده يا بديعة؟ ما خايفة عليه؟ الصحراء أمان يا زهرة، سيبيه يلعب حوالينا، هيحصل إيه؟ بيحب الحملان، دي وديعة
ومصاحباه. ايه بس المانع؟ انحزره انحزره افيد يا بديعه. يا شمس يا شمس، عامل ما انتش سامع؟ مش هتحصليني؟ هحصلك، انا جايه وراك. طب يلا سابقيني. شوف مين بقى هيفوز على التاني. مش هتلحقيني؟ لا لا هلحقك، بس انا سايباك بخاطري يا شمس اماني. مش راح تسبقيني؟ اسبقني على كيفك وهواك، اسبقني يا احلى زماني. ده انت اللي بقيلي يا نور عين، ومخلي لعمري طعم حبيب. ربي يخليه ويبارك فيه وتفرحي بيه يا بديع قريب. خلاص الليلة هو هدى، هنبتدي الدرس الخامس. يا سيدنا قول ولا تهدى، ما هو انت للهدى فارس. شوفوا التعبير، ما هو انت للهدى فارس. حدش قالها لي يا اهل الخير. هتسمع من الكلام ده كتير. في حركة غير عادية سمعينها يا أصحاب. دول ناس مزاجهم عالي، دلوقتي وصلوا السحاب. في حركة خارج المغارة، نقوم نشوف ايه. اقعد يا سيدنا خسارة، الدرس قول لي عليه. بقولك يا ريشة، ما تجيب لنا أتباع؟ من عين يا سيدنا، بس انتوا عايزين ايه بالظبط؟ الليله دي مش فايته، في حركه غير عاديه. طلباتكم يا كبير ايه بالظبط؟ طلباتنا يا ريشه يا اصيل، الحكمه تبقى في ايدينا، والكلمه نتحكم بيها، والدنيا دي تخضع لينا، والكل يستسلم ليكم لو في المريخ. عايزين يا ابني بقى نصحح معنى التاريخ. شايف خيول؟ سامع صهيل؟ دي معركة وعسكر قصور. ما هو ده بقى المصري الأصيل لما يكون له في بلده دور. عملتها ريشة؟ أنا ده حرس القصر. أيوة شايف حبة منهم، أهرب أشوف لي مفر. وماله، اهرب دلوقتي ومسرنا نتقابل تاني. هرب ورا الفار من جبنه، لكن حيفلت فين مني؟ سيفك يا ريشة معانا يا ابن البلد يا أصيل. وجب الجهاد يا بلدنا على كل معنى دخيل. في السماء أهم الخافة فيش عشش، محروسة محروسة بالتوحيد، ولا محروسة تنفع معاك الطلصمة بلد. أهم المخالب للرحل علشان امانك يا بلاد، العمر عالكف ارتمى بالارض تحت تتزلزل. حلفت معانا ميت يمين، نفديك يا موت طيبي يا بلد، نفديك يا موت طيبي.
عملوها لولاد الشطار. البركة في سيد أبو الريش ومساعدتك يا مولاتي. أمال كتير يا وعد، كتير في بكرة وبقية الأعوام. زرع الأمل ونبات الخير ما ينزرع إلا في سلام. ما تبعتيني الريشة مرسال. ريشة سيبيه ده أونطاجي، حروح له وارجع بيه في الحال. وحشك قوي الشيخ شرباجي، حروح له وارجع بيه أوام. خاطرك وله مني السلام. الحساب لك حق، من نص الشقة راع عن عينينا وغاب. حلوين صحيح. كنا حلوين، بقت المغارة في خبرك. وساعدنا على كده غرقانهم. دول كانوا في عز التوهان، اصل الحشيشة اللي كانوها طلعت عليهم اشكال والوان. طب اسمعوني، اللي يضحك وانا بطعن واحد يقول لي يا عنتر ليك، والتاني يصرخ ايه يا ابو زيد، هي المغارة حصل فيها ايه؟ وغيره ما اعرف فين بلده يقول لي فين الجنة الان. اقول له راح توصل حالا يقول لي ابعد من خراسان. لكن هرب حمزة اللبان. نجيبه كل أدان بمعاد. شمس ابتعد كده ليه؟ خليته يسبقني ليه؟ كلابي قطعوا السلاسل، مشتاقة للأغنام. ألحقها دي غنم زهرة، ألحقها لازم أوام. الله الحقيني شمس، الكلاب ابني يا ناس، النجدة يا ناس، ساعدوني. دول هيموتوني. بس ابعدوا، حوش يا دواس هيموتوا ضي عيوني. غدا ريشة في مهب الريح. شارك بالتمثيل إسلام فارس، رقية أحمد، محي الدين عبد المحسن، يسرية الحكيم، محمد إسماعيل، سهير البدراوي، شريف صبري، أمينة سالم، رشوان سعيد، والطفل إسلام الأمير. مراجعنا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغربردي، بدائع ظهور في وقائع دهور لابن إياس، وفايات الأعيان لابن خليكان، ومصادر أخرى. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم طارق إمام. المخرج المساعد جمال حماد. ريشة في مهب الريح مع تحيات فاروق صالح، محمد مرعي.